فما طريقتين لتسيير الدولة. فما الطريقة اللي يقولوا يسارية اجتماعية، هو أنه الدولة هي اللي تحتكر خلق الثروة وتوزيعها. وفما دول تقول راهو عنا اقتصاد سوق. اقتصاد سوق معناها المجموعة الوطنية تشارك في خلق الثروة وتوزيعها. احنا في تونس شنو عرفنا؟ عرفنا في الفترة متاع بعد انقلاب تاع 87 هو انه صار ضغط على تونس من اجل بعد ما سقوط جدار برلين وتدخلات من صندوق النقد الدولي ومن البنك الدولي، باش ندخلوا في خوصصة، باش ندخلوا في اقتصاد سوق، والدولة قالت هي تبعت الاقتصاد هذا. ولكن هل شفنا كيفاش صارت؟ هل فما اليوم تونسي يعرف كيفاش تم خوصصة الشركات العمومية؟ هل فما تونسي اليوم يعرف بالاسم شكون العباد اللي غذاوا المرشيات هذيك والمرشيات هذيك؟ احنا قلنا راهو الدولة التونسية داخلة في تراكمات. اليوم شنو صار؟ ولا السيستم هذا اللي كان مولود بالديكتاتورية خرج على الديكتاتورية وتقوى عليها. اليوم الدولة التونسية ضعيفة أمام من يحتكر الأسواق. الاحتكار والفساد، ولا محالة كلمة فساد ما عندهش معنى، معنى أما الاحتكار هو نتيجة، غلاء الأسعار هو نتيجة، ضعف الكاليتي متاع المنتوجات التونسية هي نتيجة للشيء هذا. محمد بوغلاي، والله أنا مش خبير يعني في المجال هذا، ما ندعيش حاجة ما نملكهاش، ولكن نظن أنه الغرام بموضوع الاقتصاد الريعي يرجع فيه الفضل للسفير السابق للاتحاد الأوروبي في تونس سي برغاميني، اللي وصل للأمر بالبعض قريب بعد ما يسميه ويقولوا رضي الله عنه، ولا السيد على بركة عظيمة لأنه قال الكلام هذا.